ازاي قدرتي انك تعمليها بقى من المدرسة والتعليم العادي لمدرسة الباليه؟ والله هي نقلة كبيرة، وطبعا انا داخلة فاكرة وانا طفلة ان انا هيطلعوني على المسرح هرقص، انا ايوه يعني ده انا مقتنعة بان انا جاهزة وهرقص بقى يعني. فطبعا لما دخلت عندنا المعهد القاعات كبيرة جدا والسقف عالي قوي شبيه بالمسرح، يعني بيحطونا في اجواء المسرح بالظبط. دي المواصفات العالمية لقاعات التدريبات في فن الباليه. فانا كنت سعيدة جدا، وبيانو في كل صالة عشان بيبقى فيه عزف مصاحب لايف عشان نتعلم عليه. فطبعا انا كنت مبهوره بالمكان، ودخلت وقعدت اضحك، يعني ابتسمت فرحه مش اكتر، يعني انا وزمايلي بس انا اللي بانت عليا الفرحه يعني. فخدت قلم على وشي. مش معقول، ليه لازم تبقي ملتزمه وتبقي جاده وتبقي بجد؟ ركزي انت فين؟ انت رحتي فين؟ فوقي، ده بس المكان لسه ما اتعلمناش. طبعا دخلنا بقى على التمارين، والتمارين صعبه اكيد، وانا بقى اللي ما كنتش متوقعه ان فاكره هرقص ما فيش رقص. كنت في التوقيت ده بتتفرجي بقى، كان عندك مثلا مثل اعلى غير الدكتوره منى كامل، دكتوره ماجده صالح الله يرحمهم الاثنين، يعني في عندنا نماذج رائعه نفتخر بيهم. بصي، المصريين اول جيل من الفراشات الخمسه سافروا بعد حريق الاوبرا، فانا ما لحقتش اشوفهم لايف وهم بيرقصوا، لكن شفت الجيل اللي بعدهم، شفت سونيا سركيس والهام الامير، وهما كانوا بيرقصوا مع دكتور عبد المنعم كامل ومع رضا شتا. رضا كان سافر حتى ما شفتهوش، لكن كان في مجموعه من النجوم موجوده اللي هي لسه كانت ما سافرتش بره مصر. شفتهم، وطبعا كل دول كانوا قدوه، لان كل الفنانين دول لما الاوبرا اتحرقت رجعوا الاكاديميه. فالتمرين اليومي بتاعهم في القاعه الكبرى بتاعه المعهد، فعندنا في المعهد زي بلكونه كده. الصوره دي جميله مع دكتوره ماجده صالح. رائعه رائعه. ألف رحمة من الله يرحمها. الله يرحمها، جميلة. أنا ليا ذكرى كمان معاها جميلة قوي. احكي لنا. طيب أول مرة دخلت لنا كانت جاية من البعثة أجازة، هي في أمريكا بتعمل الدكتوراه، فجت دخلت تتفرج على الفصلة بتاعنا وأنا ما أعرفهاش. فأنا قاعدة بتفرج وهي قاعدة زي كده وبتتفرج علينا، فأنا اللي لفت انتباهي وأنا بتمرن جمالها، هي جميلة جدا حقيقي، وشها جميل قوي، وأنا مش عارفة مين دي، وشكلها كده وتقعد فرد ظهرها ورقبتها طويله، عندها شموخ كده. ايوه صح، وفيها كده فخر وعزه نفس. فانا بعد ما خلصت مش عارفه مين دي، قعدت اسال كل البنات في اوضه اللبس مين دي. فيقولوا دي ماجده صالح. قلت لهم مين ماجده صالح؟ ايه ازاي ما تعرفيهاش؟ دي الباليرينا الاولى بتاعت مصر وبتاع. قلت لهم بس هي مش معانا في المعهد ليه؟ مش موجوده. قالوا لي اصلها بتعمل الدكتوراه وعايشه في امريكا، وهي بس جايه اجازه قصيره، فداخله بتتفرج على طلبه المعهد، ودي كانت اول مره في حياتي اشوفها لايف. بعديها بسنوات هي مسكت العماده طبعا، صحيح، وبقت العميده وبقت العلاقه مباشره. كانت دايما تقول لي وتوزننا، هي بتنزل تمر على الفصول يوميا، واحنا فصول البنات لوحدها والاولاد لوحدها، مش مع بعض، مش مشتركه، لا، وخصوصا في الماده الاساسيه الرقص الكلاسيكي في مواد مشتركه مع بعض، بس هي كانت بتخش الماده الاساسيه وتوزن على الميزان؟ فعلا؟ عندنا قاعده طبعا لازم وزنك يكون قد ايه؟ 15 كيلو اقل من العادي، بس ده في سن يعني بعد المراهقه، يعني المراهقه دي بتبقى ماساه قوي. يعني من كام لكام لازم تكونوا 15 اقل من العادي؟ يعني لو انا 168 انزلي 15 كيلو. ياه، ما بقاش 68 كيلو. اوكي. لان الطبيعي 168 طول يبقى 68 وزن. فانا لو مش 58 طبعا، لان لسه 58 ده كتير، فلازم ابقى في حدود 54 55. نسبه وتناسب يعني. طب يعني برضو فكره الوزن وفكره ان طول الوقت لازم تبقي محافظه على شكل الجسم وكده يا دكتوره سحر، اكيد دي حاجه مش سهله، يعني بتبقي محتاجه نظام معين للاكل، نظام معين للنوم، احكي لنا برضو عشان نحس كده اننا عايشين كواليس حياه الباليرينا. بالظبط. لا، هو مش نظام معين للاكل، هو نظام معين للحياه. للحياه كلها. فطبعا في البدايه لخبطت وكنت باكل زي كل الناس، فلما جت سن المراهقه كل حاجه ضربت وتخنت، وكان عندي وزن زياده وكنت هترفد، كان بيجي لي جوابات انذار على البيت وفي المدرسه. طبعا الدكتوره ماجده ما كانتش بتفوت حاجه غلط، وخصوصا الشاطرين بتفضل متابعاهم. فعندي تحذيرات، وانا بحب الشوكولاته وبحب الاكل وبحب المكرونه بالبشاميل في البيت، اكيد بيت مصري طبعا، في ماما بتعمل كل الاكل، فكان عندي مشكله في التوازن ما بين اللي نفسي فيه واللي مسموح لي طبعا انا اتعلمت بعد ما سافرت مسابقه فنلندا هلسنكي، كانوا هناك معيشين على السلطه بس. السلطه مفيش بروتين؟
لا سلطه مع سمون كنا في يعني هناك كان سمك او قطعه فرخه بالجرام يعني في برضه عنصر بروتين ضروري عشان العضلات بس قصدي يعني بالجرام الحكايه قد ايه الجسم سعرات محتاج وما فيش اي حاجه اكتر من هي ترانش او اتنين عيش بالكتير.